كل حال الحمد لله نظن باللي نصف نهائي شيء مقبول وفي نفس الوقت مرتبه ثالثه. حنا كنا باغيين نكونوا نعاودوا النهائي تاع السنه اللي فاتت، ولكن كان هناك ظروف منها اذا خدينا الفريق تاع السنه اللي فاتت 7 لاعبين غايبين من التشكيله الاساسيه، ولكن نظن اللاعبين داروا المجهود تاعهم، وهذا الغياب تاع اللاعبين الاساسيين اعطانا فرصه باش نكتشف لاعبين واحد اخرين، وفي نفس الوقت درنا تحضير ودرنا تقييم، درنا تقييم الجماعي والتقييم الفردي بعد اللاعبين، والحمد لله اذا شفنا اللاعبين اللي اكتشفناهم مسعود سالم ولا لعب هذاك بركانستان ولا لعب راحو، العموم انا راضي بالنتيجه، راضي بها كثير وراضي على المستوى تاع اللاعبين اللي عطاونا، لان الهدف الرئيسي والاسمى هو شهر اكتوبر كاين دوره تاع شمال افريقيا المؤهله الى البطوله الافريقيه. باذن الله نكون في الموعد ونشكركم على الحضور.